وسلم يا أهل الخير، ابتغاء مرضاة الله وثوابه سبحانه وتعالى. قال ما محمد بن عبد الله على أبي الشيخ العيد يصلنا في الكتب النافعة أولياء الأفئدة من علم العالم يدية مستجابة صلاح الشام كله ظاهر باطن لفرج المسلمين صلاة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحبيب محمد بن عبد الله بن شيخ الإدريس بعلاوي في كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين إلى أن قال: فصل. فأول ما ينبغي أن نبدأ به التنبيه على آداب الخطاب. اعلم أيها الأخ أن ذوي العقول لا يقدمون على فعل إلا بعد الروية التامة والفكر الصحيح، فلا يخلون شيء من أعظم أعمالهم عن قصد ونظر، عبادة كان ذلك أو غيرها، فلا يفعلون شيئا عبثا ولا عادة، ويؤسسون عملهم على المقاصد الصالحة لا سيما في الكلام، فإن له أسرارا لطيفة وحكما عجيبة ينبغي لذوي العقول والأفهام أن يتفطنوا لها. فينبغي للإنسان أن يؤمل الرأي قبل الكلام، فيجعل لسانه من وراء قلبه، فلا يقول شيئا حتى يزنه بميزان العقل. فإذا وفق العبد لفهم هذا كان هذا مبدأ أمره صلاحا وآخره نجاحا. وليرفق الإنسان في كلامه ولا يكثر من الكلام وإن كان حسنا، فإن الشيء إذا أكثر منه سمج، وكذا لا يكون مهذارا ولا صخابا. وليقطع الكلام والنفوس تستحليه قبل أن تمجه الأسماء. والذي ينبغي للإنسان أن يرعيه ولا يغفل عنه ألا يتكلم بشيء لا فائدة فيه، كالأشياء القبلية المنقضية التي لا يتعلق بذكرها غرض مطلوب. وأهل المعرفة يسمون هذا النحو من الكلام الكلام الميت، وإنما يتفانى في هذا أهل الغفلة وأصحاب العقول الضعيفة. إنما حسب الإنسان من الكلام ما تمس الحاجة إليه. ومنه قيل: نصر الخطأ خطأان، والكلام في الماضي تضييء زمان. ويجتنب من الكلام ما يحرك النفوس ويثير الشرور، فإن النفوس تطالع النفوس، وبعضها يحس بأحوال البعض. فمتى صدر عن الإنسان كلام ظاهره حسن لكنه عن نفس ثائرة وداخلة سيئة، حرك نفس المحاذي وأثار شرها. واعلم أن الأهواء تحرك الأهواء وتثير شرها، فالأهواء كامنة في الأنفس كمون النار في الزناد، إذا قابلت هواء محركا تحركت. فقد يكون الإنسان قارا ساكنا حتى يقابله صاحب هوا فيتحرك هواه، وكذا يتنزل الكلام من باطن المخاطب على قدر أحوال الباطن سكونا وانزعاجا لتعلق أحوال الباطن بظواهر الكلمات والألفاظ. ألا ترى أن الإنسان يلقى صاحبه بكلام ظاهره الخشونة والمساءة لكنه عن نفس طيبة، فلا يؤثر في نفس المخاطب ولا يسوءه. وهذا الكلام بعينه إذا صدر عن نفس ثائرة وضمير سيء أزعج المخاطب وحرك شره، فليرأي الإنسان ذلك من نفسه ومن غيره إصلاحا وتسكينا. ومن أحسن ما قيل في تبيين سر الكلام قول سيدنا علي كرم الله وجهه: مغرس الكلام القلب، ومستودعه الفكر، ومقويه العقل، ومبديه اللسان، وجسمه الحروف، وروحه المعنى، وحليته الإعراب، ونظامه الصواب. واعلم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكر لنا المصنف في هذا الفصل أول ما ينبغي أن يبدأ به المقبل على الله سالك طريق الآخرة، وهو التنبه لآداب الخطاب. فأهل العقول لا يقدمون على فعل إلا بعد تأني، إلا بعد فكر، لا يفعل إلا بعد ما ينظر في عاقبة هذا الفعل، لا يتكلم بكلام
إلا بعد أن ينظر في عاقبة هذا الكلام. إذ يكون كلامك هذا يترتب عليه حد من الحدود، أما تفكر في ذلك؟ يطالبك هذا المخاطب بالحد؟ فإذا ما عرفت ولم تتنبه لخطاب المخلوق فإنك ستهمل خطاب الخالق سبحانه وتعالى، وإذا لم تتأدب مع المخلوق في الخطاب فإنك لن توفق للأدب مع الخالق سبحانه وتعالى في خطابه سبحانه وتعالى. فلهذا كان السلف الصالح ما يفعلون شيء من قول من فعل ولا يتكلمون بشيء من الكلام إلا وينظرون إلى المقاصد الحسنة المقاصد الصالحة في ذلك الفعل وفي ذلك الكلام، خصوصا في الكلام، لأن الكلام خطأه يلزم منه عاقبة الكلام، فما يتكلم به الإنسان إما يكون له وإما يكون عليه. فلهذا قال الشاعر الحبيب عبد الرحمن بن علي عين المكاشفين: كل جرح علاجه ممكن ما سوى يا فتى جرح اللسان. فإن الجرح لو هذا طعنه بسكين قد يلتئم هذا الجرح وينسى، لكن كلمة طعنت بها تبقى هذه الكلمة مثل الجرح الباطني ما يلتئم لا سنة ولا سنتين، بل ربما مضى العمر كله والجرح لا زال غائر في الباطن ما نسيه ذلك الشخص. فرب كلمة أردت إضحاك بها الجلساء لكنها وقعت من غيرك موقعا أذية. لهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تكلم بكلمة، يعني في حق إنسان، إما استهزاء بإنسان أو نحو ذلك، ليضحك بها جلساءه هوى في النهر في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله بكلمة واحدة. ليش؟ إما باستهزاء بإنسان أو بتقليد ليضحك بها بحاجة كما يفعلون الآن كثير من الممثلين ببعض الشخصيات، بحيث لو عرفوا ذلك من يفعل بهم ذلك لشق عليهم ذلك. قال ألا فإنه يهوي بها 70 خريفا أي 70 سنة في جهنم والعياذ بالله. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أبو ذر: يا رسول الله أو مؤاخذون على ما نتكلم به؟ قال: يا أبا ذر ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا كل من اللسان. نعم نعم. فينبغي للإنسان العاقل أن يجعل لسانه وراء قلبه، لسانه وراء قلبه لا أمامه. بعض الناس يتكلم ثم يفكر، لا، أجعل لسانك وراء قلبك، فكر ثم تكلم، فكر ثم أفعل. فلا يتكلم بشيء العاقل حتى يزنه بميزان العقل، فينظر هذه الكلمة أين بتقع من الموقع، فإن كانت خيرا تكلم بها وإلا أمسكها. فإن الكلام ما دام في فيك فأنت تملكه، فإذا خرج من فيك ما لاكاك صرت ملكا لهم. ربما أذيت شخصا بكلامك، ربما أوقعته في ذم والعياذ بالله، فيمسك لسانه عن النطق بالقبيح. إذا فكر في ذلك فلا ينطق إلا بحسن، بمعنى أنه ينظر في عاقبة
ذلك الفعل الذي بقى يفعله وينظر في عاقبة ذلك الكلام الذي بقى يتكلم به. فإذا وفق العبد لهذا الميزان فإن أول أمره يكون صلاحا وأوسطه يكون فلاحا وآخره يكون نجاحا. أوله صلاح وأوسطه فلاح وآخره نجاح، ما شاء الله لوربياس هذا الإنسان العاقل. فإذا كان العقل قائد فحينئذ لا يكون الإنسان إلا في أمان. فالعقل قائد حتى للعلم، العقل قائد العلم، فلا يفلح عالم عقله وراء علمه، وإنما المفلحون من العلماء العاملين كانت عقولهم ربان للسفينة لعلمهم ولفي أمورهم كلها العقل. فإنه كرم الله سبحانه وتعالى ابن آدم بالعقل، فجعل العقل مزية ابن آدم في قوله تعالى، وقال بعض المفسرين ولقد كرمنا بني آدم، قال هو بالعقل. ولولا العقل لا صرت أنت ولا حيوان، بقية الحيوانات سماء سماء، لكن أكرمك الله. لكن الجهال المغفلين كثير ما يسعون في إزالة التكريم، إما بشرب الخمر وإما بشرب المخدرات وإما بما يزيل العقل، بل بعض الأغاني مسكرات، بعض الأغاني دب 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 مسكرات عندما يسمعها الشاب في السيارة يمشي بلا شعور. بعض الموسيقى من المسكرات، إذا سمع الشاب يمشي بلا شعور ولا يهمه إن داس إنسان وإن داس حيوان. كذلك يسعى في إزالة عقله، إنما تزكو العقول بسماع كلام أهل العقول، وتنقص العقول بسماع كلام المجانين ومن لا عقل له ومجالسة السفهاء الأغبياء، تنقص العقول. فأنت إن تريد عقلك يزيد فاسمع كلام أهل العقل واجلس مع أهل العقل وأنصت لكلامهم يزداد عقلك. فإن العقل وهبي وكسبي، فالوهبي ما يعطيك الله سبحانه وتعالى إياه بلا كسب منك، ويزداد هذا الوهب بماذا؟ بالكسب، بمجالسة أهل العلم وأهل العقل وبالفكر وبالنظر يزداد العقل. فلا على الإنسان أن يرفق في كلامه ولا يكثر الكلام، فإن من كثر كلامه كثر خطأه في الكلام، حتى لو كان كلام زين باقوس هذا يتحذر. ليه؟ لأن حتى الكلام الزين يملون الناس، إذا طال يملون الناس، لأن للعقول طاقة. فإذا أكثر من الشيء من الخير حتى يملونه الناس، فلا ينبغي أن تجعل الناس يملون الخير، سواء من موعظة، سواء من درس، سواء من حتى من تلاوة القرآن. فلا تكثر. لهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكثر على أصحابه في الموعظة، بل كان يتخولهم حينا بعد حين، أي وقتا بعد وقت. وكذلك لا ينبغي للمقبل على الله وسالك الآخر أن يكون مهذارا، أي كثير الكلام فيما لا يعني، حتى فيما يعني يتكلم بقدر الحاجة. ولا صخابا، أي لا يرفع صوته، الصوت الرافع هذا قال محمد صلى الله عليه وسلم، ألا بعثت هاديا، بعثت بشيرا، ولم أبعث صخابا في الأسواق، ولم أبعث سبابا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق. الصخاب الذي يرفع صوته، وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، بل هذا نهى الشارع عن رفع الصوت. أنا لا يرفع صوته إلا حيث ينبغي رفع الصوت، كما يريد أن ينقذ شخص
فيناديه بصوت عالي كما أمر سيدنا العباس النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما فر كثير من الصحابة في غزوة حنين عندما هلت السهام عليهم كالمطر، فقال نادي أهل البيعة ناديهم كيف تهربون، فناداهم وكان صيطا سيدنا العباس حتى يبلغ صوته 3 أميال من قوته، فلما سمعوا هذا النداء عادوا كما يعود النحل إلى يعسوبه إلى بيته، ولم يبالوا بأسهم تنهال عليهم حتى وقع لهم النصر من الله عندما سمعوا نداء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والأسماع تستحلي الكلام الطيب، فينبغي للإنسان أن يمسك عن الكلام الطيب ما دامت الأسماع تستحليه قبل أن تمل، فإن لها طاقة قبل أن تمل يمسك، وليمسك عن الكلام العقيم. العقيم المرأة العقيمة التي لا تلد، كذلك هناك كلام اسمه كلام عقيم لا يرث فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو تتكلم مع واحد هذا الشخص الكلام معه لا فائدة فيه، لا يستفيد منك ولا تستفيد منه، لا في علم دين ولا في علم دنيا، هذا كلام عقيم ولا يقبل النصيحة منك، كلامك معه كالعدم. يقولون العارفين الكلام الميت، ميت الكلام الميت، هذا كلام ميت، هذا تتكلم به مع إنسان ما يسمع النصيحة ولا يسمع الكلام. ينبغي الإنسان أن يتجنب الكلام الذي لا فائدة منه. نعم، يسمون هذا الكلام الميت. من الذي يخوض في الكلام الميت أو العقيم؟ هم أهل الغفلة، الغفلة الذين غفلوا عن الله عن ذكره وعن حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا تجد أكثر العوام أهل العقول الضعيفة يخوضون في هذا الكلام الميت. إيش اليوم أخبار السياسة؟ إيش أخبار الرياضة؟ إيش الفريق؟ من الفريق الزايد؟ إيش أخبار كورونا؟ هذا كلام فاسد، كلام لا يخوض به، ضيع كلام وقال هنا ودخل هنا، وبعدين يطلع الذي في الإعلام، والغالب الذي في الإعلام في التي في في الراديو 90% كذب و10% إن صح يكون فيه صدق، لأنه إعلام مبرمج كله من الخارج، ليس هو فيه من الصدق إلا العشر، إن صدق ذلك العشر عاده، وفي العشر شك، وفي العشر شك، فيضيعون أوقاتهم فيما لا طائلة، في حديث سياسات، في حديث انتخابات، في حديث مباريات، في حديث مغنيين ومغنيات، ضيعوا أوقاتهم. ليش؟ لا يتكلم الإنسان إلا بما يعود عليه بنفع، إما نفع ديني أو نفع دنيوي. لهذا قيل نصر الخطأ خطأ، نصر الباطل باطل، نصر الباطل باطل. بعض الناس يقول تعال بنضيع وقت، الناس يشترون الوقت ويقول تعال بنضيع وقت. وين الآن الناس في بيوتهم نزل بهم وباء والعياذ بالله، من حقهم الإقبال على التوبة والاستغفار والرجوع للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. لا، جالسين في بيوتهم يلعبون بالوئة، تك 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 تك، مراسلات وئة، والشباب خرجوا من المدارس وعطلوا المدارس وقاعدين يلعبون بلايستيشن إلى آخر الليل، بعد صلاة الفجر ما صلوا بالله بعد الإشراق إلى آخر الليل يلعبون بلاي ستيشن، اسمه بليس، كذا سموه بليس، يعني انتبه منه، هذا بليس، هذا من أنواع الأبالسة، تيشن زيدوا عليه تيشن، يعني اسمه تيشن بليس نما تيشن. يلعبون طول الليل بلاي ستيشن، حتى الأصدقاء كانوا يتجمعون للحديث، الأطباء يتكلمون في طبهم، طلبة العلم تكون في مسالس العلم، صار له كله حديث العقيم، حديث الغفلة مع الوياة أو مع التواصل، نحن نسميه التقاطع الاجتماعي، التقاطع الاجتماعي يتواصل
وإذا فرغ من هذا يا بالبلاي ستيشن تك 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 تك. طيب لو لعبنا بالبلاي ستيشن 10 سنوات إيش بيخرجناها؟ بيخرجنا دكاترة؟ بيخرجنا علماء؟ لا والله، بيخرج إلا الناس مغفلين لا عقل لهم، كثرة النظر في هذه الأجهزة لا تذهب العقل. قد عرف ذلك الغرب فتجنبوها الآن، ونحن عاد ما عرفنا. ألا نعتبر بمن هم من ابتكر هذا وعرفوا عاقبته الذميمة وفساد عائلة بسببه، فذهبوا وتركوا ذلك واجتمعوا ثاني مرة على حالتهم لاجتماع الأسرة، ونحن ما اعتبرنا بهم، فقلدناهم في المضرات ولم نقلدهم فيما فيه نفع لنا ولأنفسنا ولأهلنا. هذا كله أحوال لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وما ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان، الخوض فيما لا يعني، وهذا كله من تضييع الوقت. فمن يصبح الصباح يأخذ الجريدة ويقرأ فينظر ما هي الأخبار، أو يفتح التي سي ويسمع القنوات الكاذبة، ويقول متبجحا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، احتجاجه ليس في غير محله، إنما هذا من الخوض فيما لا يعني مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اهتمامك بأمر المسلمين تقوم في آخر الليل تتذلل لله وتنكسر لله وتوحد الله وتدعو الله برفع البلاء عن الإسلام والمسلمين، هذا اهتمامك بأمر المسلمين. إذا سمعت في أي بلاد، في بلادك أو في أي بلاد من بلاد الإسلام، المسلمون كلهم شيء واحد، تدعو لهم برفع البلاء، إن نزل بهم طاعون، إن نزل بهم غلاء، إن نزل بهم غير ذلك من الأمراض، تدعو الله سبحانه وتعالى لهم، هذا اهتمام وليس حملك الجريدة. فإن قراءتك للجريدة في الصباح وفتحك التي في أو متابعة وسائل التقاطع الاجتماعي هذا مما يمسخ الرزق ويذهب بركة الرزق إذا استعملته في أول النهار، كما ورد ذلك في حديث الحبيب المختار صلى الله عليه وآله وسلم في قوله الصبحة تذهب الرزق، وفي رواية الصبحة تذهب بعض الرزق. وما معنى الصبحة؟ معنى الصبحة أن تشتغل بأول يومك بغير طاعة لله مرضية له سبحانه وتعالى. مثال أن تشغل أول يومك بتيفي أو بغير ذلك من الملاهي التي تجردت عن النور كالجرائد والمجلات، فإنها لا نور فيها ولا بركة فيها، وإنما يطالعها الإنسان الذي هو خالي الذهن فيملي ذهنه بشيء لا يعرفه هو حقيقة أو خيال. لكن هذه كتب أهل النور، إذا أردت أن تملي ذهنك وقلبك نور فطالع كتب أهل النور، تملأ قلبك نورا وتعرف أخبار الأولين والآخرين، فتعتبر وتدكر وترجع لمولاك سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي تناب كل كلام يحرك النفوس ويثير الشرور، فإن النفس تقابل النفس، إذا قابلت النفس النفس أثير هناك الشر والعياذ بالله. وقد يكون الكلام حسن والكلام جميل لكنه خرج من لسان شخص نفسه شريرة لا يريد الخير، فلهذا هناك نفوس شريرة يسقيها ذلك الكلام حسن شرا، ولو خرج من لسان شخص له قلب سليم لأثارت من القلوب السليمة الخير ومات فيهم الشر. لكن إذا تكلم بكلام حسن ذو نفس شريرة لم يستفد من كلامه إلا تغذية لأهل النفوس الشريرة. فالنفس تقابل النفس، أي نفس المتكلم تقابل نفس المخاطب، فيتكلم الإنسان بقلب سليم يبلغ ذلك الكلام وينتج خيرا في المخاطبين، وإن تكلم بنفس لئيمة خبيثة شريرة قوبلت بالنفوس الشريرة وحركت الشر في تلك النفوس فكان في كلامه شر
وإن كان ظاهره حسن فليحذر الإنسان من ذلك، ولا حاجة يتكلم فيما مضى الزمان الماضي إلا إذا كان في ذكر الماضي اعتبار وادكار لا بأس، وإلا فإنه تضيع زمان، تضيع زمان، وأنت أعز شيء عليك وقتك، لأن وقته هو عمرك وعمرك رأس مالك، فحافظ على وقتك، فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها، فحافظ عليها تدرك كل خير في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بعمارة أوقاتنا بما فيه صلاح أحوالنا، بما فيه سلامة عاقبة أمرنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. الله يتوب علينا وعليكم إن شاء الله جل وعلا، ونتبع لما جاء ابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويزكي نفوسنا ويخلي عن كل خلق ذميم وحلي بكل خلق حميد كريم، ويجعل نفوسنا مطمئنة راضية مرضية يا رب العالمين، يغنينا بفضله عن من سواه، يلهمنا العلم، رزقنا العمل بالعلم، رزقنا فهم المرسلين، لهم الملائكة المقربين، يشرح صدورنا ما شرح به صدور عباد الصالحين، ويخلقنا بأخلاق الصالحين، ويبعد عنا شر الظالمين، ولا يجعلنا لا ظالمين ولا مظلومين، ويشغل الظالمين بالظالمين، ويخرجنا منهم سالمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم، يرفع عنا كل أذية وكل بلية وكل شكية بجاه النبي محمد خير البرية، ويمن علينا وعليكم بكل عطية، ويجعل جميع حاجاتنا وحاجاتكم مقضية بجاه النبي خير البرية، إنه على ما يشاء قدير بجبهة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من الضالين، آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجزاك يا جواد يا كريم يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطي يا أول أول ويا آخر الآخر والمحبين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين.